أنا معتمر ومعي زوجتي فنزل منها دم الحيض قبل وقته، فهل أطوف عنها؟ الطواف لا تدخله النيابة، لكن تنتظر لما تطهر تغتسل تطوف، كما قال صلى الله عليه وسلم: غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. تنتظر هي، وإذا انقطع عنها الدم تغتسل وتطوف بالبيت، أما أنك تطوف عنها هذا ما يجزي. نعم.